الوجهات الداخلية أكثر الأماكن طلباً من قبل أغلبية الجزائريين لقضاء عطلة الصيف، بينما توفر العائلات مبلغاً مالياً من ميزانية السنة لمصاريف الاستجمام في وقت تختار أخرى السفر إلى دول الجوار. في الصيف العطل الصيفية نفوت على مستوى الولايات القريبة ليا مثلاً جيجلس كيكدا. جاي إن شاء الله تونس لأنه هنا في الجزائر الخدمات ضعيفة وغالية نسبياً بارابور لتونس، وتونس أيضاً تغير الجو لأنه ليزوتيل كاينين وكاين تنوع وكاين اختلاف الثقافات. العطلة الصيفية أوشكت الخروج من روتين العائلات الجزائرية بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية. كان العطلة الصيفية لا واش نبلغ هذا؟ الخبزة اللي نسلمها ويحير فيها حتى المبلغ تاع العطلة الصيفية. كاينش منها. ما تروح لا ما نروح والو لا جيجي لا الميلا. أنا في البلاصة حابسين. لا. ما كاينش الإمكانيات. خدمة حابسة لا خدمة لا والو. شاطئ البحر تبقى الوجهة المفضلة للتخلص من متاعب السنة وتفريغ الذهن والخروج من دوامة العمل التي يغرقون فيها طيلة العام. من 500 ألف حتى المليون، 700-800 على حسب واش كاين كما نقولوا على حسب المقدور، على حسب وين رايح بعيدة. تقعد يومين تخصص بيان سور تخصص مبلغ كبير، تقعد نهار مبلغ بين يكون مبلغ على حسب المدة اللي راح تفوتها في البحر. سواء كانت الوجهة تخييماً في الجبل أو الاستمتاع بمياه البحر، المهم العطلة الصيفية بالنسبة للجزائريين تعتبر تقليداً سنوياً ثابتاً، حتى ولو كان الأمر قضاء بضعة أيام في مكان بعيد.